الحمد لله الذي أتم لنا أداء هذه الفريضة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح القول والعمل، وأن يغفر لنا ولكم الزلل. أيها الإخوة المسلمون، إن من نعم الله عز وجل على الإنسان أن يجعله في هذه الحياة مسلم، ومعنى مسلم أنه أسلم لله سبحانه وتعالى حياته ومماته وكل أعماله، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فالإسلام هو استسلام الإنسان المسلم لله سبحانه وتعالى، وأداء أعماله في هذه الحياة مبتغيا بها وجه الله عز وجل. وعندما يتأمل الإنسان المسلم عموما والشاب المسلم على وجه الخصوص، ما الذي يملكه في هذه الحياة؟ إذا نظر الواحد منا في هذا العالم اليوم يرى أن هناك في أطراف العالم من هم ليسوا بمسلمين، لكنهم يعيشون في ترف وفي نعيم وفي غنى وفي ممالك يملكونها. فكيف لي وأنا مسلم يعني أن أقارن نفسي بهؤلاء؟ والصحيح أن الإنسان المسلم يملك ما لا يملكه غيره. فأعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على الإنسان أن يكون مسلم. لماذا؟ لأن نعمة الإسلام هي النعمة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى لمن يحب. الإسلام لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن أراد به الخير، ولذلك يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين إيش؟ اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يكون الناس بعد هذا الاصطفاء على درجات، لكن كل من نطق بشهادة التوحيد هو ممن اصطفاهم الله. وهذه نعمة أن مالك هذا الكون وخالقه وموجده اصطفاك من بين هذه البشرية. عندما تعلم أنك من بين 10% في هذه البلاد الذين اصطفاهم الله، هذه نعمة. عندما تعلم أنت من بين النخبة التي اصطفاها الله على مر هذا التاريخ البشرية منذ أوجدها الله إلى قيام الساعة، هذا يعظم معنى دين الإسلام في نفسك ويجعل له مكانة كبرى، وبالتالي تتنافس مع المتنافسين في هذه المراتب. صحيح أن الله اصطفى الإنسان المسلم، لكن جعل المسلمين على مراتب: ثم اصطفينا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم إيش؟ منهم ظالم لنفسه، هذا الذي أسلم لكنه رضي بأقل القليل وبالعمل اليسير وبالشيء البسيط، ومنهم مقتصد، منهم من عمل أكثر واجتهد في الطاعة واجتنب المعاصي، ومنهم سابق بالخيرات، هذا الذي يحرص أن يكون في مصاف الناس المتقدمين. ولذلك الله في سورة الواقعة وصف الناس على 3 مراتب، منها مرتبتين لهؤلاء: الأولى والسابقون، السابقون أولئك المقربون، والثانية أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين. ولذلك أيها الإخوة الكرام وأيها الشباب، علينا أن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا، لأن الله أكرمنا بهذه النعمة، نعمة الإسلام، فيريد منا ماذا؟ يريد منا شكر هذه النعمة بأن نواظب على أداء لوازمها. ومن أعظم لوازم نعمة الإسلام هي هذه الصلاة التي نحرص على أدائها في أوقاتها، فإنها خير ما يكثر به الإنسان ليلقى الله عز وجل به يوم القيامة. وتعلمون أن فضل الصلاة عظيم، يكفي فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه الإمام الألباني، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحترقون، يعني تحرقكم الذنوب والمعاصي والتقصير.
فإذا جاءت صلاة الفجر صليتموها فغسلتكم، ثم تحترقون تحترقون، نعود إلى العمل والدنيا والانشغال والتقصير، ثم إذا جاءت صلاة الظهر فصليتموها غسلتكم تمحو الخطايا، ثم تحترقون تحترقون، فإذا جاءت صلاة العصر فصليتموها غسلتكم، ثم تحترقون فتحترقون، فإذا جاءت صلاة المغرب صليتموها فغسلتكم، ثم تحترقون تحترقون، فإذا جاءت صلاة العشاء صليتموها فغسلتكم فلا يكتب عليكم شيء. يعني ينام الإنسان إن شاء الله إذا واظب على الصلوات الخمس وهو نقي من هذه الذنوب، هذا في أداء الصلاة. فكيف بالأفعال التي تسبق الصلاة وتلحقها؟ تعلمون أن الإنسان إذا توضأ استعدادا للصلاة تسقط الذنوب منه كما تسقط قطرات الماء مع الوضوء. تعلمون أن الإنسان إذا أذن المؤذن فردد وراءه كتب له وفتحت له كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أداء الوضوء وبعد الترديد مع المؤذن فتحت له أبواب الجنة. تعلمون كذلك أن الإنسان إذا قدم إلى الصلاة وهو ينتظر الصلاة فلا تزال الملائكة تدعو له اللهم اغفر له وارحمه. ويقول العلماء أن الجلوس بعد الصلاة لأذكار الصلاة فهو موطن من مواطن تنزل الرحمة. إذن الصلاة فيها خير بما يسبقها وما يتلوها، فعلينا أيها الشباب أن نحرص أن تكون الصلاة هي أولى الأولويات، ليعيننا الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فإن الصلاة أعظم معين لك على دراستك وعلى متاعبك وعلى مشاغلك وعلى كل أمور الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.